ناشدنا قبل سنة الأخوة المسؤولين بمدينة الموصل والسادة المسؤولين على القطاع الرياضي على مسألة إعمار القاعة الرياضية بالدواسة، بس الحمد لله والشكر يعني مناشدتنا جابت نتيجة أن القاعة بقت على وضعها البائس، وضعها المزري. هذا دليل على أنه كافة المسؤولين اللي يعني يتبوؤون مناصب بمدينة الموصل كلهم مجرد مسؤولين بس بالتسمية، لأن اللي يجي ويشوف هذا الدمار الهائل حجم القاعة الرياضية الوحيدة بمدينة الموصل وما قدر انه خلال اكثر من سنتين من عملية تحرير المدينة انه بقت القاعة على وضعها، دليل على فشل هذا المسؤول مهما كان اسمه مهما كان منصبه، لان هاي القاعة هي المتنفس الوحيد لكافة الرياضات الفردية والجماعية بمدينة الموصل، والحد الان ما حد جاها وما حد زارها وما حد خلى حجر اساس لبنائها وما حد خلى سقف زمني. لهذا ما راح نعتب على الحكومه المركزيه، لان من نشوف هذا الاهمال من ابناء الداخل اكيد ابناء الخارج ما راح يحسون بمعاناه الرياضيين ومعاناه اهل المدينه. بعد كم يوم راح تبدي سباقات دوري النخبه بكره اليد، والاتحاد المركزي قرر نقل لعباتنا كلها خارج مدينه الموصل، لان يقول ما عندكم قاعه داخليه وما عندكم قاعه رياضيه، لهذا لعباتنا كلها راح تصير بمحافظه اربيل. يعني يحسون بقيمه هذا الضرر اللي راح يصير بحق نادي الفتوه وبحق المدينه، كذلك فريق كرة السلة، كل الألعاب اللي تلعب بهاي القاعة ما راح تقدر تلعب، لأن أعتقد مشروع حكومتنا الرشيدة راح يطول أكثر من 10 إلى 15 سنة، مثل ما سمعنا من برنامج الأمم المتحدة أنه مدينة الموصل يتطلب عمارة 15 سنة، وأعتقد هاي القاعة راح يطول عمارة 20 سنة، لأن المسؤولين الرياضيين عندنا بارك الله بهم هدفهم الوحيد أنه يعمر الكرسي ماله ويعوف المدينة مهدمة. سابقا ناشدنا السيد وزير الشباب الرياضي المحترم حول إعادة تنظيم وإعادة تأهيل قاعة الشهيد أمجد نوري في الدواسة التي تعتبر من أضخم القاعات في العراق، ولكن للأسف الشديد لم نرى أي إذن صاغية لهذه القاعة، وذلك الكون أن هذه القاعة تضم نخبة جيدة من الرياضيين في المحافظة، وهي القاعة المغلقة الوحيدة في هذه المحافظة المنكوبة. لذا نناشد مرة ثانية كل الخيرين، ليس المسؤولين فقط، لأن دقينا أبواب المسؤولين ولم نرى أي طلب، يعني أي مطلب من قبل المسؤول. لذا نناشد الخيرين في المحافظة وفي العراق أن ندق أبوابهم حول هذه القاعة. الدعم الرياضي في محافظة نينوى قليل جدا وضعيف جدا، ليس من وزارة، حتى وأنا موظف في وزارة الشباب والرياضة لحد هذه اللحظة لم نستلم راتبنا، ولو هذا خارج الموضوع، لكن نقولها للأمانة، نناشد سيد الوزير المحترم حول صرف الرواتب الموظفين، حول النظر إلى الرياضيين الضعفاء الصراحة اللي بهم بأمس الحاجة، دعم مادي، دعم معنوي، دعم تجهيزات رياضية، دعم ملاعب. نطالب بإعادة إعمار القاعة المغلقة، قاعة الشهيد أمجد نوري كانت أفضل قاعة بالعراق، وشان الفرق تجي من الخارج يعني من المحافظات تتمنى تلعب قاعده مجد نوري، تضم صالات الخماسي وتضم كره السله وتضم كره يد وتضم كره الطائره، جميع الالعاب الجماعيه بها. اسعى القاعه مدمره، جاء فلان عمر القاعه قبل الانتخابات ونظفها وراح، جاء الله قاد عمره، جت المنظمات تعمرها الجماعه قالوا لا ما يصير المنظمات تعمرها، لازم احنا نعمرها. اي وينكم تعمروها؟ يعني حتى الزبالين ما لنا من خارج العراق، والله عيب يكفي. لا ملاعب عندنا مثل البشر، لا اصخام مثل البشر، ذاك على الشباب مالنا كله موبايلات وكله انترنت من الصبح لليل، بدي راسه فالحين وجو مع الرياضه بجي شوي يستعدلون، يا اخي ما يصير، كله مهمله مهمله مهمله، والله دعم ماكو، كل عاد قد يبالك امين، بس يصيحون الانديه حراميه حراميه، وين حراميه؟ وين اكو فلوس حتى يبوقون؟ والله كل شيء ماكو، ياخذون من اللاعبين اشتراكات في سبيل الاب يجيب ابنه قدام المدربين دي يحافظ عليه ويصرف عليه. لا الأندية عندها دعم، لا الوزارة تدعم، لا الأندية تدعم، لا الاتحادات تدعم، عندنا لجنة أولمبية بس باسم، عندنا رياضة وشباب بس اسم، ماكو فلوس أخي. العالم شلون تشتغل إذا فلوس ماكو؟ والله نظفوها ما أعرف ما أعرف، جو الجماعة نظفوها، قلنا خير والله توسلنا بخير، إنه على أساسي بلدية يمكن، على أساسي عمروها ويسووها، قلنا والله الحمد لله ها، بقت الحركة تنشط، بقت الأمور تستعدل، والله صار ما ظلت على نفس الوضعية وما حد جاء عليها. ولا حساء عليها والله طلباتنا يعمرون هالمدينه هاي المنكوبه والعالم مثل ما يقول هالمنطقه القديمه وهالدواسه
مثل هالقاعة الحلوة الجميلة، يجون وفود من بغداد، ما تصير حركة يا أخي بالموصل، نشاط يصير.